إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سفينة الفضاء تطير في الهواء وتعبر الغيوم تعانق السماء، تظل في الفضاء بخفة تدور وحولها النجوم كأنها زهور، تقارب القمر لا ترهب الخطر، وحينما تصل تحط في حذر، وينزل الرواد كأنهم فرسان ليجمعوا العلوم لخدمة الإنسان. يا أيها الرواد يا أيها الأبطال، بقلبنا أنتم زرعتم الأمان.